الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلتم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن لا تشعرون ولنبلونكم بهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النبأ مكي بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر الملء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سورة النازعات مكية بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودنا في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنفسكم
أنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سورة عبس مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرى فمن شاء ذكره كما شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا شببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكحة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. سورة التكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجدت وإذا النفوس زفجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت فعلمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما أحضرت. فلا يقسم بالخنس الجبال الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين متاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سورة الإنفطار. مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما وكاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفسها شيئا والأمر يومئذ لله. سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجر لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليس
يتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثبب الكفار ما كانوا يفعلون سورة الإنشقاق بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بشيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يرون بشرهم بعذاب أليم إلا الذين أصلحت لهم أجر غير ممنون صوت البروج مكة بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمن شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فطروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد وفي لوح محفوظ سورة الطارق مكية بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب يا كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نشر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول وفصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل كافين أمهلهم رويدا سورة الأعلى مكية بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سورة الغاشية مكة بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سورة الفجر مكية بسم الله الرحمن الرحيم
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جاب الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ودخلي جنتي صوت بادمك بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة سورة الشمس مكة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها سورة الليل مكي بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشطى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عناده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سورة الضحى مكية بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سورة ألم نشرح لك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سورة التين مكة بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سورة العلق مكة بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم يرته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سورة القدر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة البقرة مكية. بسم الله مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين موافقين حتى تأتيهم رسل بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سورة الزلزال مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة العاديات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأسرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك شهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة التكاثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة العصر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة الهمزة المكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورة الفيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم نجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة القريش مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة الماعون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة الكوثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الكافر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
سورة النصر بدء مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورة الله بمكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة الإخلاص. مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق. مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس. مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة البقرة. مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ناري تكبير الله एक गोल्ड मेडल ले जो हमने सबको पेश किया था. खालिद निजामी साहब की जानिब से हाफिज साहब जिन्होंने कुरान मजीद सुनाया है उनकी खिदमत में एक सोने का नगमा नगमा दिया जा रहा है. हजरात तमाम हुफ्फाज कराम दिल से मशकूर ममनून हूँ उनके साथ ही उसके साथ ही साथ साथ ही साथ मैं उनकी गुलपोशी भी और शाहपोशी करना चाहता हूँ. दूसरी बात यह है कि अक्सर सामईन कुरान समाप्त करने के लिए सुबह के 8 बजे से अब तक बैठे हैं उनका भी मैं तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ. यही आगे चलकर भी आप हमारे मदरसे निजामिया आपका मदरसा है शहर का मदरसा है दूसरे इलाकों का मदरसा है इसके लिए भरपूर तआवुन माली मदद और जो कुछ भी अपने अपने हाथ से हो सके इसकी मदद फरमाए अल्लाह इसका तुम्हें अजर अजीम अता करेगा इंशाल्लाह. ये तो मदरसा तकरीबन 40-2 साल पूरे कर चुका है 40-3 साल में कदम रख चुका है इंशाल्लाह आगे भी खूबसूरती के साथ बढ़ेगा. मैं इसके साथ ही सबका शुक्रिया फिर एक बार अदा करता हूँ. मैं सबसे पहले हाफिज कुरान जिन्होंने कुरान सुनाया है मैं उनकी शारपोशी करने की हाफिज उनके उस्ताद मोहतरम है हाफिज जाकिर हुसैन के शागिर्द हैं ये मदरसे की जानिब से गुलपोशी हो रही है. बुखारी जाकिर हाफिज जाकिर हुसैन साहब की गुलपोशी और शारपोशी की जा रही है ताकि हर उस्ताद की ऐसी हिम्मत हो जाए हिम्मत अफजाई के लिए मैं इनकी भी गुलपोशी कर रहा हूँ. साथ ही साथ मैं सबसे पहले हमारे साबिक सदर मदरसे निजामिया हाफिज अमजद हुसैन साहब की गुलपोशी कर ये उस्ताद उल असातिज़ा हैं जितने भी इस थोड़े शागिर्द इनके हैं उसके साथ मौलाना मौलवी हाफिज बुखारी मुफ्ती आसिफुद्दीन साहब की भी गुलपोशी करेंगे. उसके साथ मैं इस मदरसे निजामिया के सबसे पहले
حافظ نیاز احمد صاحب ان کا حفظ اتنا پکا ہے نیند میں اٹھا کر پڑھتے سے بھی یہاں سے پڑھو کرتے پڑھتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج میں جو سینئر پاک جو قرآن مجید سنے ہیں ان کی بشار خوشی حافظ محمد شبیر قریشی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. مدرسہ نظامیہ کی شان. ہمارے دوسرے اور ایک سینئر استاد حافظ صاحب سید حبیب اللہ قادری آئے نئے, انشاءاللہ ان کو پہنچا دیا جائے گا. اب جو سنے ہیں میں ان تمام کا نام لیتا ہوں. پہلے حافظ محمد غوث نظام مدرس بھی ہیں, یہ سینئر حافظ بھی ہیں مدرسے کے. یہ مدرس بھی ہیں پہلے, سب سے پہلے ادونی کے نظام مدرسے کے استاد ہیں, ہم شاگرد بھی ہیں. محمد اسماعیل صاحب کی جانب سے حافظ قرآن مجید کے لیے چاندی کی انگوٹھی جو ہے تحفے میں دی جا رہی ہے. جناب بی محمد ظفر صاحب کی جانب سے حافظ صاحب کی خدمت میں 1000 روپیے پیش کیے جا رہے ہیں. بند لفافہ حافظ صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ادونی کے سینئر موسٹ حافظ قرآن مجید جناب محمد مشتاق صاحب مدرس کی جانب سے جو ہے حافظ صاحب کی خدمت میں 200 روپیے پیش کیے جا رہے ہیں. اللهم اوصل ثواب ما قرانا وما هللنا وما سبحنا وما تلونا من القران الكريم. اللهم وما تلونا من القران الكريم الى سيدنا وسندنا محمد صلى الله عليه وسلم وبوسيلته الى جميع انبياء السابقين والى جميع ارواح الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اوصل ثواب هذه الختمه المباركه الى سيدنا وسندنا الى جميع ارواح عبادك الصالحين خاصه الى روح سلطان المشائخ حضره خواجه نظام الدين اولياء محبوب الهي ومن خلفاء. اللهم اوصل ثواب هذه الختمه المباركه الى جميع تابعيه والى جميع اعضاء المدرسه واراكينه واساتذته وتلاميذه خاصه الى روح الحافظ مقري محمد ابراهيم عليه الرحمه وبوسيلته الى جميع الى الحافظ المقري محمد شبير احمد وبوسيلته سناخ اكثر حسين النظامي ومن ثم بي الحاج جمال الدين عليه الرحمه والى جميع اراكيني واعضائي واعضاء المدرسه خاصه منهم. اللهم ومن احياهم اعطيهم الصحه والعافيه. اللهم خاصه الى روحي ينكي خواجه حسين المرحوم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وادخله واسكنه في الجنه. اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الماء والدنس. اللهم نبر قبورهم وبرد مزاجعهم ووسع قبورهم وادخل الروح والريحان في قبورهم. اللهم اجعله لهم اهلا خيرا ان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. خصوصاً ہمارے مدرسے کے معتمد صاحب جناب الحاج
خواجہ حسین نظامی صاحب کو صحت عافیت عطا فرمائے اور مدرسے کی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اس جیسے حفاظ اور اس جیسے طلبہ کو اس مدرسے سے نکال کر دین کی اور اسلام کی اشاعت میں مدد فرما. الہ العالمین مدرسے کے جمیع ذمہ داروں کی صحت عافیت میں برکت عطا فرمائے. اساتذہ طلبہ کو صحت عافیت عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اور ہمارے اس جذبہ خیر کو قبول فرمائے. الہی مدرسے کے جو کام ابھی تک نہیں ہوئے ہیں الہی محض تیرے فضل سے ہم امید کرتے ہیں کہ ماں باقی کاموں کو تو پورا فرمائے. مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس مدرسے کے کاروان کو اور علمی قافلے کو تا دوران شمس و قمر جاری و ساری فرمائے. ربنا تقبل منا الفاتحه. صلی علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. السلام علیکم. میں خواجہ حسین نظامی ناظم مدرسے نظامیہ ادونی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج شہر ادونی میں مدرسے نظامیہ ادونی کی جانب سے ایک عالیشان عظیم کارنامہ انجام دیا گیا ہے، یعنی حافظ محمد شاشا ولی ساکن امیگنور نے تقریباً 11 گھنٹوں میں پورا قرآن مجید لہن اور تجوید کے ساتھ سنایا ہے. ان اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ان کو اللہ تعالیٰ نظر بس سے محفوظ رکھے، اللہ ان کو زمین آسمانوں سے محفوظ رکھے. آج ایک شہر ادونی میں بہت سالوں کے بعد ایک لڑکے نے آج پورا قرآن مجید تجوید و لہن کے ساتھ برابر 11 گھنٹے میں مکمل کر دیا ہے. صبح کے 8 بجے سے تقریباً 8 بجے تک ایک گھنٹہ کھانے کا درمیان میں رکھا گیا تھا، مکمل قرآن سنایا ہے اور بہت بہترین تھا اور لوگوں نے بھی بہت تعریف کی ہے. سینکڑوں لوگوں نے اس مجلس میں شرکت فرما کر سماعت قرآن میں مزید سماعت کیا ہے اور شہر ادونی کے تقریباً 40 حفاظ کرام اساتذہ طلباء نے بھی قرآن مجید سماعت فرمایا ہے. ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام جنہوں نے بھی اس میں دام در میں سخن سے کام لیا ہے، میں اس کا بے حد مشکور و ممنون ہوں. اور میں تمام خاص کر طالب علم ہمارے امیگنور کے رہنے والے ین کے شاشا ولی ولد ین کے خواجہ حسین صاحب مرحوم نے بہت بڑا کارنامہ آج شہر ادونی میں انجام دیا ہے. ان کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام فائز کرے، یعنی حافظ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں حافظ قرآن اور اس کے والدین کے لیے جنت میں ایک ایسا تاج بنایا جائے گا جس کی روشنی چاند اور سورج سے بھی بڑھ کر ہوگی. اللہ ان کے والد کو آج ہی وہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما کر ہیروں کا تاج جو جس کی روشنی چاند اور سورج سے بڑھ کر ہے منور پہنایا جائے. اور میں ان کے والدہ جو ابھی ہے اس روم میں، میں ان سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی عمر دراز کرے، بچوں کے سر پہ ان کا عمر دراز فرما کر ان کے سرپرست ہمیشہ قائم و دائم رہے. میں پھر ایک بار ہر ایک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمارے ٹی وی چینل کے اس غوث بھائی کا بھی شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام حافظ محمد شاشا ولی ہے اور میں امیگنور کا رہنے والا ہوں. میں اس مدرسے میں آج 11 گھنٹوں کے اندر پورا مکمل قرآن سنایا ہوں. سب میں یہ میرے بھائی اور میرے استاذ، میرے ماں باپ، سب ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہے. میں تو کچھ نہیں ہوں، اللہ کا کرم، اللہ کا شکر میں کیسے ادا کروں، میں زبان سے کہہ نہیں سکتا. السلام علیکم. میں امیگنور میں حافظ ہوا اور یہاں ہمارے حافظ ذاکر صاحب کے پاس میں دور کیا. الحمدللہ میں جب سے حافظ کے پاس دور کیا تب سے الحمدللہ میں قرآن یاد تھی اور اب تھوڑا گیپ ہونے کی وجہ سے، یعنی 3 سال لاک ڈاؤن کا گیپ تھا اور پھر اب آ کے میں پھر سے دور کر کے ایک نشست میں قرآن سنایا ہوں. میری عمر 17 سال ہے. نیوز کے معزز ناظرین کرام،
شہر ادونی کا واحد دینی ادارہ مدرسہ نظامیہ ادونی کا ایک عظیم کارنامہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے ادا ہوا ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ حافظ قرآن حافظ محمد شاہ شاہ ولی نے ایک ہی نشست میں مکمل قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حاضرین کرام، یوں تو حفاظ کرام پڑھتے ہیں ایک گھنٹہ، تھک جاتے ہیں بہت سارے حفاظ، لیکن اللہ کا فضل رہا ان کے اوپر کہ مسلسل 11 گھنٹے بغیر کسی رکاوٹ کے انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سماعت کے دوران، تلاوت کے دوران اتنا کیف و سرور تھا کہ گویا جو ہے اللہ کی رحمتیں ہم تمام پر جو ہے نازل ہو رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ قرآن مجید کا جو ہے نزول ہو رہا ہے، ایسے اس انداز سے پڑھ رہے تھے کہ گویا موتی اور جو ہے پھول جو ہے ان کی زبان سے نکل رہے تھے۔ الحمدللہ میں دعا گو ہوں حافظ صاحب جو ہے آگے بھی جو ہے ترقی کی منزلیں جو ہے طے کرتے رہیں، اور جو ہے جس طرح سے حضور سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے اس مدرسے کی نسبت ہے کہ یہاں سے جو بھی طلبہ جو ہے فارغ ہوئے ہیں الحمدللہ دنیا میں انہوں نے اپنا نام روشن کیا ہے۔ بالخصوص آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اس ہمارے مدرسے کے عظیم سپوت مفتی محمد آصف الدین قادری، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ وہ اسی مدرسے کے طالب علم ہیں، اللہ نے، اس کے رسول نے، اور بالخصوص حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ان پر فضل رہا کہ وہ انٹرنیشنل عالم دین کے طور پر جو ہے ہمارے درمیان جو ہے نمودار ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس مدرسے کے اور ایک ہونہار طالب علم حافظ محمد حنیف صاحب قادری، جو ساکن یمن کے نور کے ہیں، انہوں نے بھی دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اس مدرسے کے ہر طالب علم کو اللہ تعالیٰ اس رہتی دنیا تک روشن اور جو ہے کامیاب بناتا رہے۔ آمین۔ السلام علیکم۔